قبة البرلمان السيد محافظة البصرة السيد محافظة البصرة، ونأمل من رئاسة مجلس النواب إدراج توجيه السؤال الشفاهي في الجلسة المقبلة لغرض الاستيلاء عن السبب وراء تعطيل تنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادي. الموضوع الثاني هو مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية لعام 23 رقم 13 عام 23. طبعا هذا التعديل جاء فقط من الحكومة لتحديد المادة 12، وهذه المادة خاصة، يعني بعض فقرات هذه المادة خاصة بتطبيع العلاقة ما بين المركز والبنك فيما يخص الملف النفطي وتسليم النفط أو إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية. وهذا التعديل، نعم نحن مع هذا التعديل، لكن هناك ملاحظات يجب أن تضمن ضمن هذا التعديل، وهو أن تكون الحقول النفطية في إقليم كردستان خاضعة لشركة نفطية ترتبط بوزارة النفط الاتحادية، أما عن طريق تأسيس شركة مستقلة تكون تابعة أو إحدى تشكيلات وزارة النفط الاتحادية، أو أن تخضع هذه الحقول لشركة في إقليم كردستان يكون لها علاقة مع وزارة النفط الاتحادية، أو أن تقوم هذه الحقول مع شركة نفط الشمال. أيضا يجب أن تزود وزارة النفط الاتحادية بجميع العقود، بنسخ من جميع العقود التي تم التعاقد عليها في إقليم كردستان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب أن تتضمن أو يتضمن مشروع تحديد الموازنة تحديد المادة 14 ثانيا من هذا القانون التي تخص رفع الحجم او رفع التوقيف او رفع توقف التعيينات او ايقاف التعيينات خصوصا في الشركات الرابحه، لان لدينا العديد من خريجي معاهد النفط الذين يعني صرفت عليهم الدوله اموال لغرض اعدادهم للعمل في القطاع النفطي وتوقف تعيينهم على تحديد هذه الماده، وايضا عقود قرار 315 في وزاره النفط وفي وزارات اخرى ايضا توقف على تعديل هذه الماده، بالاضافه الى تعيين خريجي المجموعه الطبيه والكليات الهندسيه والجيولوجيين وخريجي معهد الموانئ، وايضا اعاده المفسوخه عقودهم من الحراس الامنيين في وزاره النفط وفي الحج الشعبي والاجهزه الامنيه الاخرى، وايضا تثبيت بعض العقود والاجراء اليوميين في عدد من الوزارات العراقيه. لذلك قدمنا طلب الى اللجنه النيابيه الماليه النيابيه لتضمين تعديل المادة 14 من قانون رقم 13 لسنة 2023.